السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طالبات الصف الثالث الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة العربية. قد وصلنا إلى الوحدة السادسة عزيزات الطالبات، وسوف نبدأ اليوم مع أول درس بالوحدة السادسة، وهو درس القراءة بعنوان حوار بين الشمس وأشعتها للدكتور صبري أحمد نصرة. هيا يا عزيزتي قومي بفتح الكتاب صفحة 97. 97، قومي يا عزيزتي الآن بقراءة صامتة للجزء الأول من الدرس من بداية عندما إلى كلمة أحد، من بداية كلمة عندما إلى كلمة أحد. قراءة صامتة. أما الآن فسوف أقوم بقراءتها قراءة جهرية، تابعي معي ورددي خلفي. عندما حان وقت الشروق أصدرت الشمس أمرا إلى أشعتها كي تنطلق نحو الأرض وتقوم بعملها، فسألتها الأشعة: لماذا لا تنطلقين معنا؟ فأجابت الشمس: يجب أن أظل في مكاني حتى تكمل الأرض دورتها حولي في سنة كاملة فتنشأ الفصول الأربعة، كما أنني لا أستطيع الاقتراب من الأرض لأنني نجم ملتهب وحرارتي لا يحتملها أحد. عزيزتي الطالبة قومي بتكرار هذه الفقرة أكثر من مرة داخل المنزل حتى تتقني قراءتها. والآن عزيزتي الطالبة هيا نناقش بعض المعاني التي قد تكون صعبة. كلمة حان، كلمة حان، ما معناها كلمة حان؟ عندما حان، بالفعل إجابة صحيحة يا عزيزتي، بارك الله فيك. معنى كلمة حان اقترب، اقترب، أحسنت. كلمة الشروق، ما مضاد كلمة الشروق؟ المضاد هو العكس، ما مضاد وعكس كلمة الشروق؟ أحسنت، الغروب، الغروب، بارك الله فيك. والآن يا عزيزتي من تقوم باستخراج لام شمسية من هذه الفقرة؟ من تقوم باستخراج لام شمسية من هذه الفقرة؟ هيا يا عزيزتي أسرعي، لام شمسية، أحسنتي، كلمة الشروق لام شمسية، أيضا كلمة الشمس لام شمسية، ما زال يوجد لدينا كلمات بها لام شمسية؟ أحسنتي، لا يوجد. من تستطيع استخراج كلمات بها لام قمرية؟ لام قمرية، أحسنت يا عزيزتي، كلمة الفصول، الفصول لام قمرية، أحسنت. من تقوم الآن باستخراج أداة استفهام؟ قمنا من قبل بدراسة أدوات الاستفهام، هيا رددي أدوات الاستفهام: من، ما، كم، كيف، أحسنتي، رددي رديها
أحسنت يا عزيزتي. أين هنا أداة الاستفهام؟ بارك الله فيك. لماذا أداة استفهام؟ لماذا أداة استفهام؟ ولا بد في نهاية السؤال نضع علامة للاستفهام، علامة الاستفهام. أحسنت. من تقوم الآن باستخراج أداة نفي؟ أداة نفي. شكرا لك. لا أداة نفي، لا أداة نفي. شكرا. والآن من تقوم باستخراج همزة متوسطة على الألف؟ قمنا بدراسة الهمزة المتوسطة على الألف والهمزة المتطرفة على الألف. من تقوم باستخراج همزة متوسطة على الألف؟ ها، أسرعي أسرعي. شكرا لك. فسألتها همزة متوسطة على الألف. شكرا لك. من تقوم باستخراج همزة متطرفة على الألف؟ أحسنت. كلمة تنشأ، تنشأ، همزة متطرفة على الألف. وما مفرد كلمة الفصول؟ أحسنت. الفصل، الفصل. عزيزتي، من تقوم الآن باستخراج تنوين ضم؟ كلمة واحدة تكفي. تنوين ضم. أحسنت. كلمة نجم، ملتهب. أكملي. من تقوم باستخراج تنوين فتح؟ أمرا. أحسنت بارك الله فيك. والآن عزيزتي الطالبة، من تقوم باستخراج تنوين كسر؟ تنوين كسر. سنة، كاملة. أحسنت شكرا لك. والآن يا عزيزتي، هيا نناقش التدريبات التي توجد خلف الدرس. افتحي معي الكتاب. ومع أول سؤال، متى طلبت الفهم والاستيعاب؟ متى طلبت الشمس من أشعتها أن تنطلق نحو الأرض؟ متى طلبت الشمس من أشعتها أن تنطلق نحو الأرض؟ متى، في أي وقت؟ طالما يوجد عندي أداة الاستفهام متى، متى درسناها أداة استفهام بتسأل عن، أسمعك جيدا، بتسأل عن الوقت وعن الزمان، الوقت أو الزمان. في أي وقت؟ أحسنتي، وقت الشروق، وقت الشروق. بارك الله فيك. متى طلبت الشمس من أشعتها أن تنطلق نحو الأرض؟ وقت الشروق. شكرا لك. والآن ننتقل إلى صفحة 100. صفحة 100. قد فتحنا الصفحة. اختاروا الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. المقصود بكلمة حان في جملة حان وقت الشروق، حان وقت الشروق هو، المقصود بكلمة حان بالفعل إجابة صحيحة. المقصود بكلمة حان اقترب، اقترب. شكرا لك يا عزيزتي، اقترب. ننتقل إلى صفحة 101. 101. اختاروا الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. طلبت الأشعة من الشمس أن، ماذا طلبت الأشعة من الشمس؟ ماذا طلبت منها؟ تعمل بجد واجتهاد؟ لا. تعود عند الغروب؟ لا. تدور حول الأرض؟ لا. أما الإجابة الصحيحة فهي تنطلق معها إلى الأرض، تنطلق معها إلى الأرض. هذه هي الإجابة الصحيحة. أحسنتم.
إجابة صحيحة. رقم باء: من الأسباب التي ذكرتها الشمس لضرورة البقاء في مكانها. من الأسباب التي ذكرتها الشمس لضرورة البقاء في مكانها. هل عرفت الإجابة؟ أحسنت، بارك الله فيك. حرارتها التي لا يتحملها أحد. حرارتها التي لا يتحملها أحد. وبذلك طالبات العزيزات، نكون قد انتهينا من الجزء الأول من درسنا لهذا اليوم، وهو حوار بين الشمس وأشعتها. عزيزتي الطالبة، قومي بنسخ الفقرة الأولى من بداية كلمة عندما إلى كلمة أحد بخط واضح وجميل، وتستطيعين أن تقومي بتصويرها وإرسالها لي. وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.